عليكم. انا سميتي بولمان حسن. تتسولون على تربية النعام. النعامة تتبدا في الصغر ديالها مدة 25 يوم، تتبع ب 2000 درهم حتى 20000 درهم اللي وصل على البيض، وتنخدموا بالجلد ديالها والبيض ديالها. البيض اللي صالح راه تيخرج من الماكينة تيبقى فيها مدة 42 يوم وتيخرج للسخانة. اللي ما ملقحش تنخويه وتنديكوريوه وتيتباع. والجلد ديالها تنخدموا به البلاغي، البساط، السكند، العيالات، الشنطات، كلشي تنخدموا به. تقريبا على حسب تيتزاد وتيتباع. تنطلعوا هذيك 400 200 150 على حسب الطلب. لا تقريبا التربية ديالو بحالو بحال الدجاج. تقريبا ملي تتوصل على البيض عندها 2 كيلو في النهار. العلف تيتقام تقريبا ب 4 دراهم و 50 فرنك الكيلو. تقريبا اللي بغى يدير هذا المشروع تيعطى 50% 50% ديال الدعم. ممكن اي واحد يربي النعام؟ ممكن. هو اي بلاصه تيتربى فيها غير هو تيطلب السخونيه في الصغر ديالو، ضروري تدير الصوفاج. في التمارة. التمارة كما عارفين عندها فيها الرطوبة. كيفاش كتحاولوا انكم تحافظوا على النعامات يعني؟ عادي داكشي، ماشي واخا كاينه الرطوبة عادي تيعيش نورمال. حتى يعطي في النتيجة ديالو تقريبا 70-80% في التقاس. المعرض تنجيو تنشاركوا مع لا فيزا، كل واحد اللي عنده شي حاجة تيجيبو تيحطو. صحاب الدجاج، صحاب القنية، صحاب دجاج الديكور، وحنا صحاب النعام، كل واحد تيعطيونا لي ستون وتنحطو فيهم. المثل شنا هو؟ أنا نقول لك المثل ديال هاد صياد النعام يلقاها. كاين واحد بغى يشد النعام ومشى جاب الجلدة ديال النعمة عند شي واحد فيها الريش ولبسها، ومشى باش البلاصة فين شاف النعام باش غيشدها، مشى لابس ديك الجلدة باش يشد النعامة. واحد تيصيد النعام بالقرطاس، بان لي هذاك مول الجلدة تيتسحبوا النعام، ضربوا قتلوه هي باش تيقولوا صياد النعام يلقاها. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.